اهلا بحضراتكم من جديد، يعني نورني وشرفني فريق السوشيال ميديا عندنا هنا في القناه كده، نتكلم معاهم في كل حاجه بتخصكم. اكيد يعني لو في اسئله اتفضلوا اسالوها، وفي جايزه اهي لو نقرب منها يا برجاوي هم هيقولوا لنا قصتها ايه. لكن خلونا نرحب بيهم في الاول. هيثم جنيدي صديقي العزيز مدير السوشيال ميديا بقناه النادي الاهلي، منور الدنيا. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. هم بص انقذوك مني، نفسي يبقى 1 تو 1. كمان معانا نرحب بقى بويندا الاول. ويندا عادل مسؤوله السوشيال ميديا، منور الدنيا. هقول لك تقولي للناس يعني ايه ويندا، ونشوف بقى هيثم هيقول ايه. كمان معايا محمد مجدي مسؤول السوشيال ميديا في قناه النادي الاهلي، منور الدنيا. منورك يا كابتن، اخباركم ايه؟ الحمد لله. طبعا انتوا بقى تحت ايدي دلوقتي بقى اخيرا مستني اللحظه دي. الاول عشان نعرف ان احنا دايما سباقين، الحمد لله يا رب، الحمد لله في كل حاجه، في كوره، في اي حاجه بصراحه، اي حد تحت شعار النادي الاهلي دايما سباق بفضل ربنا. عرفنا قصه الجايزه تمام للساده المشاهدين. جايزه اليوتيوب هي اليوتيوب، نحاول اعدلها شويه برجاوي كده 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 تمام اهي اوكي. جايزه اليوتيوب هي جايزه من احدى ثلاث جوائز بيديها اليوتيوب، ال 100,000 سبسكرايبر او مشترك، والمليون مشترك، وبعد كده ال 10 مليون مشترك. اللي بيميز الجائزه دي ان احنا في وقت قياسي من اول ما عملنا قناه اليوتيوب الجديده مع اللانشنج الجديد بتاع القناه وصلنا لاكثر من مليون مشترك دلوقتي يعني. وكنت عايز اوضح الفرق ما بين مليون مشترك وعدد المشاهدات، المشتركين والمشاهدات. مشترك ده ومشترك او سبسكرايبر او مفعل ان اي حاجه على قناه اليوتيوب تجيله توصل، غير المشاهدات. تمام. احنا مشاهدات تخطينا ال 200 مليون مشاهده للكونتنت او الفيديوهات اللي موجوده برامجكم كلها، وده رقم برضو في الفتره دي رقم كبير بالنسبه لقناه نادي فئويه. لا وبالنسبه للصعوبات هنتكلم عليها. هو احنا انا ما اقدرش اقول ان هو رقم كبير على جمهور النادي الاهلي، ولسه المشوار احنا في بدايته. أكيد. ولكن هو بالنسبه للوقت هو رقم محترم جدا. اكيد اكيد. طيب لو عايز تتكلم برضو على الجائزه مجدي. ده مجهود تيم، واشكرهم كلهم عليه طبعا. بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبقى مواكبين كل الفعاليات اللي بيغطيها النادي وبتغطيها القناه، ونبقى عند حسن الظن. اكيد اكيد. ايه ويندا بقى؟ يعني ويندا؟ يعني كلنا كنا، انا كنت هقول هند، كلنا قلنا هند. ويندا دي اول مره تعدي عليا. ويندا هو اسم نيك نيم، يعني المراه الجميله. يعني بس هو اسمك في البطاقه ويندا؟ لا في البطاقه هند. هو زي ميدو كابتن عبد الحميد، نفس الفكره بالظبط، بس ويندا بقى من وانا صغير. السوشيال ميديا انا في السوشيال ميديا يا جماعه، فبصوا مش هعرف اخد حق ولا بطل. يعني هند بس النيك نيم ويندا. تمام. قولي لي برضو الجائزه بتمثل لك ايه؟ الدور اللي انتوا بتلعبوه في القناه في السوشيال ميديا تحديدا. تمام. هو الجائزه طبعا يعني حاجه اسعدتنا كلنا، طبعا زي ما مجدي قال ومستر هيثم انها مجهود تيم، اشتغلنا فتره طويله قوي، تقريبا بقى 3 سنين من اول ما بدانا الصفحه رسمي. تمام. ف يعني تعب ومجهود، وان احنا نشوفها بقى في الاخر انها راجعه لنا في حاجه زي دي، وانها تبقى اول حاجه تبقى في الوطن العربي وفي افريقيا، يعني دفع الفخر لينا كلنا. اكيد. انا عايز اقول لكم ان هي اول يعني جايزه لاول قناه في الشرق الاوسط وافريقيا بتحظى بيها قناه نادي الاهلي، وطبعا ده الطبيعي الحمد لله يا رب زي ما اتفقنا. لكن عايز اقول لكم كمان على صعوبات السوشيال ميديا بالنسبه لقناه النادي الاهلي تحديدا، وقد ايه انت كسوشيال ميديا كل حرف بتكتبه انت مسؤول عنه. انت قناه ليك شكل، قناه نادي، ومش اي نادي طبعا، نادي الاهلي من اعظم الانديه في العالم، مش في الوطن العربي او افريقيا بس او ايا كان. فكل حرف انت بتكتبه بتبقى مخلي بالك منه قوي، بتحاول ترضي جماهير النادي الاهلي العريضه اللي صعب جدا ارضائها.